السلام عليكم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هنا الخوت رجعت معكم مرة ثانية في الفيديو الثاني. فحال اللي وعدتكم المسلم اذا وعد وفى. المهم فحال اللي قلت لك في الفيديو الاخر ان غادي نعمل واحد الفيديو اللي غادي نوريكم كيفاش تعمروا ديك الشيفنين ابليكيشن فورم ولا فورمولير في الشيفنين موقع الإلكتروني كامل من أ حتى زد بالتفصيل الممل. اسمحوا لي لكن هذا الفيديو شويه غيكون طويل ولكن في الصالح ديالكم، حيت كاين بعض الناس صراحه كاين بعض الناس دفعهم باش نديروا لهم شي حاجه. فانا حاولت نشرح ديك الصفحات كاملين، شرحتهم واش نتعمر فيهم شنو تعمل فيهم. المهم الا هما كامله خمسه ديال الاقسام في هذيك الفورميلا هذيك. الا كنتي مقلق ولا شويه مضطرب كيفاش تعمم خوفا، نعمل ديك بحال اللي كيعملوا ديك البيزنس كبار بحال بيل غيتس بحال ايلون ماسك بحال بيزوس ديال امازون. شنو كيعملوا اي بروجيكت كبير كيقسموا الميني بروجيكت ولا كيعيطوا حنا اللعيبه ديال الميني هابيت. فاللي غتعمل انت هو شنو غتبع فورم هادي، غتفرج الفيديو في 10 دقائق الاولانيه ولا 15 دقائق الاولانيه اللي غتاع الصفحه الاولى والصفحه الثانيه، تدخل تنا فورمولا عمر الصفحه الاولى والصفحه الثانيه عمرها وسيفيها. غادا رجع عاود دخل بلك اكونت اللي غتعمل، انا غنوريك كيفاش تعمل اكونت بلي كلشي. عمر الصفحه الثالثه، عمر الصفحه بعد الصفحه الرابعه تكملها. راه باقي لكم شحال باقي تقريبا 3 نوفمبر في 12 في النهار 3 نوفمبر ان شاء الله. هذا الوقت باقي ما 18 يوم، وقت كافي باش تعمرو. الشهادات اللي كيطلبوا فيهم ديت كيقول لك بعمل منهم خصك تصيفطهم حتى جويه 2021، بعمل منهم حتى فبراير واقيلا 2021. فاغلب الشهادات ما خصكمش تطلعوهم دابا. الحاجه المهمه اللي فهم ما تعمروها كامله، وبالاخص ديك المعايير الاربعه اللي كنت عليهم مره اخرى. ماشي كامل مشروع في هذا الفيديو هذا، لما نتعطى عليكم يلا اخوتي زعموا شجعوا توكلوا على الله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. يلا نبداو، نفتحوا الكمبيوتر ونبداو نعمروا الفوم وعلى بركه الله. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. المهم اول حاجه نعملوها غادي نمشيو لجوجل وغادي نفتشوا على شيفنين موقع الالكتروني ديال شيفنين. بسم الله هنايا شيفنين، هاهي شيفنين سكولارشيب. وبعد طلعنا اول لينك اللي غيطلعنا هو ديال شيفنين، ضغطوا عليه. هذا هو الموقع ديال شيفنين سكولارشيب او منحة شيفنين. بحال اللي كتشوفوا بحال اللي قلت مرة اخرى ابليكيشن فورم ولا السمارة ديال شيفنين سكولارشيب كتكون خمسة ديال الاقسام. ولكن قبل ما نبدا نعمرو الاقسام خصنا نشؤوا ولا نكرييت واحد الاكونت، باش بديك الاكونت هذاك نبقاو ندخلو ونخرجو. نبقاو ندخلو بحال دابا الا بغيت عمر القسم الاول نهار الاولي ادخل، وبعد ملي كتكمل القسم كتسيفيها وغدا كترجع وكتدخل نفس الاكونت. فالاكونت هذا كيخاول لك تدخل وتخرج، هذا ما كاين. المهم كنضغطو على ابلاي وكنختو البلد اللي فيها حنايا. انا نختارو انا من المغرب، فغادي نختار موروكو. هذه كتشوفني الدول كاينه، كتشوف لبنان ليبيا دول تقريبا دول عربيه اللي موجوده. نختار موروكو، ها موروكو هنايا ها هو. ومن بعد غادي نختار اسم الاول خصني والسكولارشيب ولا فولوشيب. انا غنمشي مع السكولارشيب وانا من سيرش بحث، غادي بحث عليه غادي بحث. ها هنا كتشوفوا دابا هادي الا بغيت تعرف من الخصائص المنحة كاملة وشنو هما الاوراق اللي خصك، شنو التاريخ ديال هاد المنحة هادي، معلومات كاملة خصك على المنحة. بعد نعود تحت هنايا ونعملو ابلاي هنايا. هل كتشوفو هنايا
كان الا ما كانش عندنا اكونت، عملنا اكونت ديجا يعني كان خصنا نعملوا واحد اكونت، فنعملوا ريجستر، نكتبوا لها نضغط على ريجستر هي. طبعا خصك البوليسي ديال سكولارشيب، منحه ديال الشفنين، وهذيك المسائل ديالها شنو هما اللوازم ديال التخابيق ديالها. المهم هذا كامل التيرم كونديشن، كتم الاكسبت ملي كتقاوم كتم الاكسبت، وبعد كتاخذ هاد الصفحه هادي. الصفحه هادي كامله كتعبأ فيها ولا تعمم فيها المسائل الشخصيه ديالك. احنا الا عملنا عملو مستر، عملو فيرست نايم، محمد، فيرست نايم، لاست نايم، مقدم، طبعا ايميل ديالك، هذا كتشوفوا اي خانه ولا اي بوكس فيه ديك النجمه الحمراء خصك تعمرها. فهذا حنا فاش نايم هذاك تعمرهم، عمرنا هذاك، انا هو نتاحي دابا. هادي شنو امنا ما مشي بالدوره، التليفون واقيلا مشي بالدوره، الادريس يمكن ضروري، خلي هنا نخليو ديك اريس هذاك سلطان هذاك. بالنسبه للبوست كود اللي ما عندهم شي حدا دابا شنو نسمي زيب كود، يعمل الا ما عندهم شي، الا ما عندهم شي بوست كود يعمل غانوس ابليكابل، يعمل ان اي هذا يعمل يعمل هيدا ان اي يعني ما كاينش. هاي طبعا غتخسر المغرب، عندي هاد الماوس هادي مخدماش مزيان، دونك حنا غنعاودو المغرب. هاي كتشوفو تقريبا جميع الدول عندهم الحق يقدمو على هاد المنحة. هاهي المغرب من اوكي، طبعا كتكي على هادا ضروري، بليز فيفاي كونفيرم دي ديتاي انت بعد شيكن دا بيكس بلو، طبعا كتعمل هيدا وكتعمل سبميت. طيب دابا شنو كيوقع هنايا، هذاك الايميل كيصيفط لك واحد الايميل، كيصيفط لك واحد الايميل بوكس ديالك، الايميل اللي عملتي تما. تينا كتمشي عند داك الايميل كتكون تما واحد اللينك، هذا اللينك كتضغط عليه، كتضغط عليه وكسا كتفتح لك واحد بوكس اخر اللي خصك تدخل فيه باسورد. حنا غادي نمشي، لا لا امشي، انا غنمشي الايميل ديالي، المهم انا دابا رجعت عندكم. دابا ملي مشيت للميل بوكس ديالي جبت تما ايميل جمع عند الشيفنين، كان تما واحد اللينك ضغطت عليه وجابين هاد الصفحه هادي. الصفحه هادي كامله خصك تمن واحد الباسورد ديالك، وكيقولوا لك هنايا شنو تدخل فيه، شنو الكاركتر اللي تستعمل فيه كذا. المهم انا غادي نبدا، بسم الله، شيب دابا شنو وقع. دابا ملي عملت الباسورد ديالي جابين هاد الصفحه هادي اللي بعد البوكسس عامين، ديجا عامين. ف ناو نتحت شويش، يقول لك تقاتل نفس الادريس عاود اللي بغيتي.
اوكي اللي فنا ما ماشي بالدوره ادريس ادريس المهم هاد الادريس ماشي زعما انا كتشوف عامل لنا شي ديال الانجليزي ديال المغرب. المهم كاملة خصني نوريكم هنايا الزيب كود بحال اللي قلت لكم. الا ما كانش عندكم بوستال كود ولا زيب كود عمل غير نوت ابليكابل. وهنايا كتعمل ديت باز اختو اي ديت نحسبو تعود واش سميه 75 سياسات عشرة تنمية 75 إما دغا أسماء رمزية ماشي بالدورة تكون صافي كتهاون تحت ايش كدا كان شي تريتوري المغرب دي هولد عندك واش عندك جنسية دولة أخرى؟ نو كانت في سكن عاود نفس كان شي كيقول لك في كتسكن دابا طبعا المغرب هيدا كطلع هيدا المغرب ستيت بروفيسور ريجينال في باث كطلع كتا كطلع لك حتى ديك حتى المدن طنجة صافي علاش شنو كتعمل صافي كتكمل كتعمل سيف وكتفاليديت صافي ديك الصفحه الاولانيه ديال المسائل الشخصيه تعمرت دابا دابا شنو كتعمل كتكليكي هنا كيقول لك بليز كليك هي كليكي هنا هنايا مطاعده ضغط هنايا يلا السلام عليكم. بحال اللي قلت كنضغطو على هاد افايلابل اوبن اوورد كنخلصو المنحة اللي خصنا هنايا كيطلعو لك المنح اللي متاحة لأي طالب مغربي بحال اللي كتشوف هنا كاين جوج ديال المنح منحة شيفنين وكاين واحد منحة أخرى اللي كتعطيها أوكسفورد اللي كتعلق بالدراسات الإسلامية. الا بغيتي تعرف المنحة بزاف كتكي على هاد الخان هذا ولا انفو اوكي تكلك على المنحة شنو هي فيها تقدم فيها اجل التقديم ديالها وكتلقى حل لمحة عليها الحل لمحة قصيرة عليها. مهم حنا اللي دابا حنا مهتمين بها هي المنحة ديال الشفني كنضغطو على ابلاي وكتطلع لك هاد الصفحة هادي ديال الاليجيبيليتي يعني واش عندك الحق تقدم لهاد المنحه. السؤال الاول هنا كيقول لك واش انت من داك الناس اللي في ليستا ديال الشيفنين كتقول لي كتقول نعم باك يقول لك هنايا واش ملي غاديت الى خديتي المنحه وجيتي لقيتي فيها انت كندم يعني انك متحده خصك ترجع حاكم بلادك كتعمل لياش هنا كيقول لك واش عندك do you have any graduate degree that will enable you to gain entry into a postgraduate program at the UK university واش عندك بكالوريا ولا وعندك ليسانس اللي كيتعادل مع البكالوريا ديال يونايتد كيندوم ديال المملكه المتحده كتعمل يس معناها كيقول لك
واش عندك do you have the maximum work experience as stated below؟ واش عندك ديك الخبره العمل ديال العماين؟ انا سبق لي تكلمت على هذه الخبره ديال العماين في الفيديو السابق، وقلت باللي انه هو الماكسيموم يعني الخدمه كامله خصها تكون 2800 ساعه. 2800 ساعه هاد الخدمه تقدر تكون كانت عندك فول تايم، يعني خدمتي عام ولا خدمتي عامين، ما خدمتيش عام، خدمتي شباتي اللي سانتو خدمتي، ولا كنتي ملي كنتي كتقرا كتقرا باش تشبات الدوكي ديالك ولا تشبات لي سانتي، كنتي خدام شي حاجه. المهم تكون عندك فول تايم، او تكون خدمه صغارين حق بزاف، حق بارت تايم، لكن عندك بزاف ديال البارت تايم. المهم يكونوا المعدل الخدمه اللي خدمتي السوايع 2800 ساعه. وبالاضافه لذلك تقدر تكون اذا كانت خدمه تطوعيه، هما كيعيشوا بالقضيه ديال المساله ديال التطوع، خدمتي مع شي موظف ما إنسانية في المجتمع ديالك، في الحومة ديالك، في المدينة ديالك. المهم كتعمل ياس. هناك يقول لك واش انتينا عندك أكثر من 18، طبعا كتقول ياس. هناك يقول لك would you have completed your undergrad degree before the date of submitting، واش عندك شباتي عندك بكالوريوس، شباتي بكالوريوس، تكون شباتي بكالوريوس، تكون شباتي الدوكري ديالك او ليسان ديالك قبل ما قدمت على هاد الابليكيشن ديال الشيفني ولا منحه الشيفني، قول يس. هناك يقول لك اي ابلاين فور سكولارشيب او فور كورس اوف ستادي كومنسين، واش كتقدم على هاد المنحه بس منحه ديال الشيفني بس تقرا في عام 2021 سبتمبر 2020؟ نعم كتقول يس، وكتسبميت، كتكي على سبميت هنايا، سبميت. كيطلع لك واحد الصفحه اخرى هنا كيسولك عاود اسئله على شو هي على البروفايل ديالك ولا على الشخصيه ديالك. هنا كيقول لك دو يو اسباير تو بي او to be or are you already a leader, decision maker or opinion former in your home country or territory؟ يعني انت واش عندك ديك الصفه ديال القياده؟ واش خدمتي شي خدمه اللي كتعطيك ديك الرياده والقياده في ديك الخدمه اللي خدمتي فيها ولا المجتمع اللي خدمتي فيه؟ تقول لي يس. واش انت اي بريتش سيتيزن؟ طبعا واش عندك الجنسيه البريطانيه؟ لا. Have you previously studied in the UK with funding from a UK government funded scholarship؟ واش سبق لك جيتي في منحه اخرى انجلترا؟ نو. يقول لك Have you been employed in a permanent, temporary or internship role in, since August by the UK government or associated Commonwealth University؟ واش سبق لك خدمتي في المملكه المتحده ولا في اي دوله من الكومنولث اوغست 2018؟ نو. يقول لك have any of your immediate relatives been employed by the above organization؟ واش اي واحد من العائله ديالك سبق له خدام في المملكه المتحده ولا في دول كومنولث؟ نو. هنا كتعمل كتكي على سيف درافت. وكت سبميت بري سكرين. هاد الصفحه هادي كتجي فيش عامه بمسائل اللي ديتها، عمرتيها الاسم ديالك الشخصي وفيها خلقتي وفيها هذاكسي، كتقرا بعد البوكسس اللي خصك تعمم. فحال دابا هنايا كيجي هنا كيقول لك المطع اللي خصك في انترفيو، طبعا غادي يكون رابط حسب انا المغرب، خصنا حنا خصنا الصفحه ديال المغرب، غتطلع رابط اللي فيها قنصليه كتسمى رابط باك تا وانت تحت كتطلع لك كيطلع لك اسم مطع في سكن وكذا، المهم يسمي ساكن كذا. هنا كيطلع لك education شنو هما الشهادات اللي عندك، واش عند الشهادات، عند الشهادات حدا واش عندك البكالوريا، الشهادة اللي ساينس اللي عندك، لك الشهادة اللي كملتيها وعندك شهادة، كتكي هنا كتكي على اد education details هي. وهنايا كتكي على واش اندغراديات ولا بوست غراديات كانتري اللي سباتيها منهم، المهم كتكي عليهم طبعا كتبعهم عندك في جهه وكتاتاتشيهم وكتصيفطهم. انا ما عنديش ذا، ما عنديش هذاك الشيء، ما عنديش ذاك الشيء. ومن بعد كتعاود هنايا كيهضروا لك على هنايا كتهضر على ورك اكسبيرينس ديالك. الا عملتي يس هي نعمه، طبعا كيقول لك ار يو كارنتلي امبلويد ان فول او بارت تايم ورك او ا فولونتري او انترشيب، واش خدام دابا
فول تايم يعني كتخدم 40 ساعه في السيمانه، ولا خدام بارت تايم تخدم 20 ساعه في السيمانه وكتعمل شي سوايع اخرين، ولا كتعمل شي عمل تطوعي. الا عملت يس هو هذاك صافي كادي هذاك باقي يقول لك كتعمل اد اكسبيرينس وكت نتكلموا على يس. الا قلت يس كتكي على اد اكسبيرينس هنايا، ولا كتعمل الاسم ديال الشركه ولا اسم الشخص اللي خدام معاه ولا اسم المنظمه التطوعيه اللي خدام معاها، وشنو الجوب تاتل ديالك، اناليست رايتر، المهم كل اي حاجه اي حاجه خدمتيها كتعطي الاسم وكتعملها تما. ما ملي كتعمل ملي كتاتاتشيهم كتعمل كونفيرم جوب بوزيشن كتعليهم كتطلعهم. حنا ما نمشي داكشي دابا. الا عملتي انهم خصك تعطي واحد ريزن واحد جواب، ولا تعطي واحد الشرح علاش انت ما خدامش عشان جوبليس، شنو علاش ما تكون عندك شي اعاقه عندك شي مشكل، المهم اي كتعطيهم جواب. ملي كتكمل هذا الشيء هذا ملي كتعمل هذاك اكسبت كيطلعوا لك في هذه الجهه هنايا، كيطلعوا لك كيطلعوا لك اتاتشي، كتعمل سايف درافت. ما تكيش على سابميت تو شيفنين، حيت هذاك سيفين تو شيفنين هي ملي كنعمل فورم كامله كامله عمل سيف درافت. المهم عملنا هذا الشيء هذا، دابا كنمشيو للبوكس الثاني هذا اللي فيه هذا اللي فيه اسايز. هذا البوكس هذا هو اللي كنت تكلمت عليه في الفيديو السابق اللي عملت قبل، على ديك أربعة ديال المعايير هما اللي خصك تكتبهم بواحد الطريقة مميزة، واحد الطريقة بروفيشنال، واحد الطريقة تكون أكاديميك، فهمتي؟ هما أربعة المعايير بحال اللي قلت هما ليدرشيب أند انفلونس وهي لك المهارات ديال القياديه، وما عندك نتوركين مهارات ديال العلاقات، وما عندك ستادي ان يو كي يعني الدراسه في انجلترا يونايتد كيندم المملكه المتحده، والاخر هو كارير بلان هو شنو المخططات المهنيه ديالك اللي غتكون في الاخر، شنو اللي غتكمل، شنو غتكون المخططات ديالك. بالنسبه للشيفنين سكولارشيب ولا من حاجه الشيفنين، هما هاد الخانه اللوانيه هادو دابا ليدرشيب اند انفلونس، هما الصراحه كيف تشوف هادوك الناس اللي كيكون عندهم ديك الروح القياديه، الناس اللي عندهم ديك المهارات في القياده، تكلم عليها وعطيهم شي الامثله على ديك الخدمه اللي كنتي خدام فيها، كيفاش كنتي قيادي، كيفاش كنتي كتعامل مع الناس اللي خدام معاهم، كيفاش كانوا كي 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 كيعولوا عليك، وكيفاش استخدمتي هذيك المهارات ديك حتى في المجتمع اللي كنتي عايش فيه. هذه بالنسبه ليدرشيب اند انفلونس. والماكسيموم ديال الكلمات هي 500 كلمه، يعني مينيموم هي 100 وماكسيموم هي 500، تقدر تعمل 100 105 200، المهم عملهم بواحد الطريقه تكون اللي كتجذبهم. عطيت شي اكزامبل اللي يكون يعطيهم ديك شي حاجه تكون كتخليك ستاند اوت فروم ذا اذرز، يعني تكون تينا ملي غيشوفوا هاد ابليك ديك الكلمات ولا ديك اكسبيرينس اللي عملتي تينا، تعطيهم ديك الانتباه ديالهم وطبعا ويخذوا الابليكيشن ديالك ديالك. بالنسبه للنيتوركن او المهاره ديال العلاقات، هي كيفاش يمكن تحافظ على هذه العلاقات، كيفاش كتستخدم هذه المهارات ديالك ومع الناس اللي خدام معاهم، كيفاش كتستعمل عن واحد اللي معاك في الخدمه مع الصوب، كيفاش تعاملت مع واحد، كيفاش تعاملت مع البوس ديالك، كيفاش تعاملت مع واحد اللي المهم العلاقات ديالك، كيفاش كتعامل مع 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 في المجتمع ولا في الخدمه ديالك. هذه بالنسبه للعلاقات. بالنسبه الخانه الثالثه ولا بوكس ستادي ان يو كي، هذا كيقول لك علاش تينا اخترتي
هاد اختارتي يلتي كان بالضبط، ما اختارتيش امريكا ولا اختارتي المانيا ولا اختارتي اي دوله اخرى. ومن بعد كي هبطوا لك ديك هذوك الجامعات الثلاثه اللي قدمت عليهم ودوك الكورسات اللي قدمت، ثم العلاقات ديال ديك الكورسات مع الخدمه اللي كتعمل لافنتينا. لافنتينا حسب انا ما عارفش خدمت خدمت شي حاجه في بزنس ولا شي حاجه في شي حاجه في المحاماه ولا شي حاجه في ستاديز ديال الميدسين ولا شي حاجه. ملي غتقدم الجامعه غتقدم على الاختصاص ديالك انت، انت غتشرح لهم بين مينيموم 100 كلمه 500 كلمه على اخترتي هذه الجامعات بالضبط، وشنو هي العلاقه مع هذا الكورس هذا مع الخدمه اللي كتعمل. هذه هذا البوكس الرابع. ومن بعد كنجيو البوكس الثالث، اسمح لي البوكس الثالث. البوكس الرابع هو كارير بلان، يعني شنو هي المخططات المهنيه المستقبليه ديالك، شنو تينا اللي غادي تبع هاد ملي غتبع هاد ماسترز هنايا اللي غتكلف لك به المنحة ديال شي بنين، شنو المخطط ديالك، شنو غتعمل به، شنو كيفاش غادي تنفع به المجتمع ديالك، الدولة ديالك، المحيط ديالك، كيفاش الناس غيستافدوا منك. كتعطيهم انت واحد بحال واحد النظره على المخطط ديالك. انا ملي غنتبع هاد الماستر هذا غنعمل به قدا وقدا في مدينه قدا وقدا في المدينه ديالي هذه، حيت فيها شي حاجه ناقصه، شي مشروع معين ناقص، ولا شي حاله معينه ناقص، ومكرهتش ناخذ هذا الماجستير ونعاون في هاد الناحيه هذه. المهم كامل كتعطيهم هادو كاملين، هاد اربعه ديال البوكسات هادو كاملين والخانات هادو كاملين خصك تهضر ماكسيموم حالي قلت 500 كلمه ومينيموم 100 كلمه، بين 100 و 500 حتى 400 ملي ما كيهمشي. المهم هو انك ملي غادي تكتب هاد الاربعه ديال اساي كويشن واحده واحده واحده، تينا عندهم حالي قلت من الطريقه التقنيه، طريقه ذكيه، عمل كتب بواحد الطريقه ديال بحال هكا، كتب واحد الانشاء، كتكتب انتروداكشن، كتكتب بادي، وكتكتب كونكلوجن، يعني داكشي معوض، وكتعطي واحد الامثله حيه اللي عملتيه. المهم تقدر تكتب واخا ما تكونش حيه، المهم تينا كتب داكشي يكون معوض، واخا يكتب معك شي واحد ماشي بالضروره، انا ما كنهضرليش غادي يمشي وغادي يبحثوا داكشي وداكشي اللي عملتيه هو بالضبط. المهم انت هنا كتب داكشي بروفيشنال باش ملي كيشوفوا داكشي كيعجبهم. هذا هو الموضوع ديال هذا القسم الثاني. القسم الثالث فهاد هذيك هو ابليكيشن انفورميشن، كتكلم ابليكيشن انفورميشن. طبعا كتعمل سيف درايف هنايا بحال اللي قلت، ملي كتعمل ديك اساي كتعمل سيف درايف. دابا غادي مشينا للقسم ديال ابليكيشن انفورميشن. ديك الكلمات ولا ديك اكسبيرينس اللي عملتي انت تعطيهم ديك الانتباه ديالهم، وطبعا ويخذوا الابليكيشن ديالك ديالك. بالنسبه للنيتوركن او المهارات ديال العلاقات، هي كيفاش يمكن تحافظ على هاد العلاقات، كيفاش كتستخدم هاد المهارات ديالك ومع الناس اللي خدام معاهم، كيفاش كتستعمل مع واحد اللي معاك في الخدمه، مع الصوب كيفاش تعاملتي مع واحد، كيفاش تعاملتي مع البوس ديالك، كيفاش تعاملتي مع واحد اللي المهم العلاقات ديالك، كيفاش كتعامل مع 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 في المجتمع ولا في الخدمه ديالك. هذه بالنسبه للعلاقات. بالنسبه الخانة الثالثة ولا بوكس ستادي ان يو كي، هذا كيقول لك علاش تينا اخترتي هاد اخترتي يوتي كندم بالضبط، ما اخترتيش امريكا ولا اخترتي المانيا ولا اخترتي اي دولة اخرى. ومن بعد كيهبطوا لك ديك هذوك الجامعات الثلاثة اللي قدمت عليهم ودوك الكورسات اللي قدمت، ثم العلاقات ديال ديك الكورسات مع الخدمة اللي كتعمل لافنتينا. لافنتينا حسب انا ما عارفش خدم شي حاجة في بزنس ولا شي حاجة في المحاماة ولا شي حاجة في ستاديز ديال الميدسين ولا شي حاجة. ملي غتقدم الجامعات تقدم على الاختصاص ديالك انت، انت بقا تشرح لهم بين مينيموم 100 كلمه 500 كلمه على اخترتي هذه الجامعات بالضبط، وشنو هي العلاقه مع هذا الكورس هذا مع الخدمه اللي كتعمل. هذا البوكس الرابع. ومن بعد كنجيو البوكس الثالث، اسمح لي البوكس الثالث. البوكس الرابع هو كارير بلان، يعني شنو هي المخططات المهنيه المستقبليه ديالك، شنو تينا اللي غادي
تبع هاد ملي غتبع هاد هاد ماسترز هنايا اللي اللي غتكلف لك به من حد ديال شي فنين. شنو المخطط ديالك؟ شنو شنو غتعمل به؟ شنو كيفاش غادي تنفع به المجتمع ديالك، الدوله ديالك، المحيط ديالك؟ كيفاش الناس غيستافدوا منك؟ كتعطيهم انت واحد بحال واحد النظره على المخطط ديالك. انا ملي غنشوف هاد الماستر هذا غنعمل به قدا وقدا في مدينه قدا وقدا في المدينه ديالي هذه، حيت فيها شي حاجه ناقصه، شي مشروع معين ناقص، ولا شي حاله معينه ناقص، وما كاتش ناخذ هاد الماجستير ونعاون في هاد الناحيه هذه. المهم كامل كتعطيهم وهادو كاملين، هاد اربعه ديال البوكسات هادو كاملين، الخانات هادو كاملين خصك تهضر ماكسيموم بحال اللي قلت 500 كلمه، ومينيموم 100 كلمه، بين 100 و500، ملي 400 ملي 300 ما كيهمش. المهم هو انك ملي غادي تكتب هاد الاربعه ديال اساي كويشن واحده واحده واحده، تنعلم بحال اللي قلت عملت الطريقه التقنيه، طريقه ذكيه، عمل كتب بواحد الطريقه ديال بحال اللي كتكتب واحد الانشاء، كتكتب انتروداكشن، كتكتب بادي، وكتكتب كونكلوجن، يعني داك الشيء معوض، وكتعطي واحد الامثله حيه اللي عملتي. المهم تبقى تكتب واخا ما تكونش حيه، المهم تينا كتب داك الشيء يكون معوض، واخا يكتب معك شي واحد ماشي بالضروره، انا ما كنهضرليش غادي يمشي وغادي يبحثوا داك الشيء، وداك الشيء اللي عملتي هو لك بالضبط. المهم انت هنا كتب داك الشيء بالبروفيشنال، باش ملي كيشوفوا داك الشيء كيعجبهم. هذا هو الموضوع ديال هاد القسم الثاني. القسم الثالث فهاد هذيك هو ابليكيشن انفورميشن، كتكلم ابليكيشن انفورميشن. طبعا كتعمل سيف درايف هنايا بحال اللي قلت، ملي كتعمل ديك اي سي كتعمل سيف درايف. دابا غادي مشينا للقسم ديال ابليكيشن انفورميشن. المهم في هذا القسم هذا اللي القسم الثالث هو ابليكيشن انفورميشن، يعني المعلومات على الطلب ديالك. هذا كمان غادي يتكلم على هذاك التقديم اللي قدمتي هذيك الجامعات الثلاثه، وغتعطي واحد شويه المعلومات، اش من جامعه واش من كنت اخترتي. الى عودنا تحت هنايا تقرا هادشي كامل، جامعات فين هما، اش من كورس من هذاك. هنايا كتجي هنايا كيقول لك انت يو University application. اكتب كضغط على هاد add university application، تختار جامعة اللي اخترتي. نختار واحد حسوا هادي بانغور university for instance، اخترنا هادي في university. هنا شنو كيطلع لك؟ هنا كيطلع لك ملي كتختار الجامعة اللي طبعا اللي قدمت، واحد من الجامعات الثلاثه اللي قدمتي، كتكي على هذا. هنا كتختار الكورس اللي غتعمل، بحال دابا عملتي نحسبوا اكاونتين فور انستانس، يعني مثلا هنايا كتشوف هنايا كيعطيك كتقول هاد الجامعه اللي اخترتي واش هي بالنسبه لك الثلاثه الجامعات، واش هي الاولى بالنسبه لي لك، ولا الثانيه، ولا الثالثه. نحسبوا حنا نعملوا الثانيه. وهنايا كتسلكتي شنو هو ديك الجامعه هذيك، شنو هو الرد ديالها، واش الرد ديالها كان عطاوك الاوفر، ما كان قال لك اي هاف ا كونديشنال اوفر، لا كونديشنال اوفر، يعني عطاوك واحد الاوفر ولكن عنده واحد بحال يقولوا واحد شرط، عنده واحد الشرط كتقول لي كتكل هذاك. الا عطاوك عندك الاوفر ولكن بلا شرط، ليس الاوفر صافي قبلوك، او لا كتكون تينا كتقول باقي ما عندكش شي كيقولوا له، باقي ما ردوش عليك. او هنايا كتقول هنايا، لا اسمح لي، هنايا كتقول هنايا كتقول ما عطاش اوفر، هنايا كتقول نقدمتي ولكن باقي كتسنى. فحال الاغلبيه هاد الناس غادي يكون عندهم هاد الاوبشن الثالثه هادي. او لا هنايا كتقول ردوا عليك ولكن قال لك لا، فهمتي. المهم هنا هذه هي المغزى هاد القسم هذيك. ملي كتكمل الكوتشي كتعمر كتعمل سبميت ان اد، كتكين سبميت اد ولا كتعمل سبميت ان اد، كتعمل ديك الاوفر ديالك انت، يا اما صيفطوا لك ايميل ولا صيفطوا لك واقع على طريق البيت، غالبيه غادي يكون كوبي ديال الايميل صيفطوا لك. هذه وحده. انا غادي نرجع حتى شي حاجه هنايا باش نرجع تما انسي نشد هذا اللي بدا
اوكي هذه بالنسبه للجامعه. دابا هاد السيكشن هادي تحتاني هنا كتجي على الهجره. يعني الهجره كيسولك اسئله عاديه على الهجره على مسائل القانونيه ديالك. اول حاجه انا واش عندك دي هاف دي هولد ا فاليد باسبورت فور يور كانتري، واش عندك شي عندك باسبورت ديال الدوله اللي ساكن فيها؟ طبعا تقول يس. طبعا غتقول لك باسبورت اي دي النامه ديال الباسبورت. واش هنا دي هاف هولد دي يو هولد ريفيجي ستاتس، واش هنا لاجئ؟ يس او نو من نو. Do you hold any other other form of legal residency? واش عندك شي شي طريقة أخرى ديال الجنسية؟ ما عرفتش كيباع منهم عندهم يكون لاجي، كيباع منهم يكون عندهم فيزا ديال الزواج، شي حاجة بحال هكذا. عملنا نو. هنا يقول لك Have you ever been to the UK? واش عمرك جيتي UK؟ كتلقى يس أنا جيتي ولا ما جيتيش براسك هذاك، عملتي يس جيتي بحال يس خوتي ويسولك شمن عام جيتي، عملتي ما جيتي كتعمل نو. هنا كيقول لك Do you have a valid UK visa or permission to enter or remain in the UK؟ واش عندك سباتي الفيزا؟ واش عندك الفيزا؟ عندك فيزا ديجا فيزا باش تجي ل UK؟ ولا عندك كعت له رومين ان دي يوكي، يعني عندك هذا كعت له انديفينيت فيزا شباتي بطريقه اخرى كنتي قلتي لها ديجا قبل وتزوجتي وعندك واحد ديال تبقى في هاد البلاد هذه. المهم كتعمل هي سونو حنا عندنا نو. هناك يقول لك هاف يو ايفر بين ريفيوز ا فيزا فور اني كانتري تو هاد اكستنشن تو ليف تو من كانتري، واش عمرك قدمت على فيزا دي يوكي وترفضت لك؟ يس او نو نو نو. Have you been deported, removed, or otherwise required to leave any country in the UK for the last 10 years? واش عمرك كنتي بلاد واحد بلاد ديال المملكة المتحدة سواء كانت إنجلترا، سكوتلندا، بلاد الغال ولا هند الشمالية، واش عمرك شبوك وصيفطوك في حالك قعدت ديبورتيشن؟ حسن نعملو نو. يس أو نو، حنا نعملو نو. Do you have any criminal conviction؟ واش عندك شي سوابق عملتي شي سوابق جنائيه قبل في المملكه المتحده؟ نايس نو نو نو. هاف يو ايفر بين ارستد ان تشارج ويز اني اوفنس ان اني كانتري اي ويتين؟ واش عمرك تبرتي في اي دوله من المملكه المتحده وباقي كتسنى حد دابا تبرتي عملتي شي حاجه اجراميه وكتسنى المحكمه تحكم؟ نو. قدام لو باقي منين كنعمل هاد الاسئله كامله كنعمل سيف درافت. سيف جوت نتاع حيت هنايا دابا كنمشيو للقسم الرابع هو تيرم ان تيرم اند كونديشن، شروط الاحكام الخاصه بالمنحه. هاي كتلك هادي الشروط والاحكام الخاصه بالمنحه. هنا كيقول لك I will attend mandatory chevening events held during my award. كيقول لك خصك لازم تحضر الفعاليه ديال الشيفنين اللي اي فعاليه تعملوها الشيفنين خصك لازم تحضرها. طبعا نقول يس. I will actively engage with chevening network in the UK. غتشارك كل دعايه ديال الشيفنين بعض المرات كيعملوا مؤتمرات في اليو كي تمشي تحضر لهم منهم يس. I will remain in the UK during my award expert for authorized absence and attend the condition not to spend more than 30 days outside the UK. بعد عطيهم تعهد على انك غادي تبقى في الـ UK مده ديال الدراسه ديالك الا في حاله عندك شي حاجه وقعت شي حاجه urgent تقدر تغيب على البلاد 30 يوم. تقول يس. تعال كتقول يس. Then it's called, I will respond to surveys sent by Chevening to help evaluate the success program and ongoing program development. Then I call the camera sector تشارك في ديك السيرفي وديك التقارير ديال اللي كتعدل المنحه الشفني تقول لهم يس. كامله الفعاليه ديال الشفني خصك بما ان عطاوك المنحه فانت كامله كخصهم تعمل ديك كتبروموتي ديك المنحه ديالو بالنسبه لدول اخرى ودائما كتشارك ديك الفعاليه ديال ما دول مغزى اسئله كامله لهنايا. هنايا بعد ما تشبر ملي غادي يعطيوك الاوورد ديال المنحه كيقول لك اي اندرستاند ذات اني
request to remain in the UK will not be granted, including for the purpose of further study or problem. ملي كتشرب نحس بوقيتي هنايا من قريتي سبتي من حق وقيتي عام ديالك وسبات الماجستير ديالك اللي كتعادل على انك ما غتبقاش في هذه البلاد هذه غترجع بحالك لبلادك ولا براسك غادي تمشي شي دوله اخرى. انا كنظن هنايا هذه النقطه هذه بزاف الناس كيسولوا عليها حيت بعض الناس يمكن يتخذوا على هذا يتخذوا هذا المنحه لانهم يخرجوا من البلاد ويجيو ويبقاو هنايا على طول بطريقه او باخرى. طريقة ديال الزواج، طريقة هذاك، هاد القضية كتبقى ما نكذبش عليك، القضية كتبقى قضية شخصية. واحد ما واحد تروح المعلم، تروح المعلم شنو غادي يوقع، تقد تجي للجامعة ما عارف دار لك شي وحدة تزوج بها ولا شي حاجة، ما عارف ولا الشراكة، الشراكة يمكن بعض المرات الشراكات كيكونوا شراكة نحسبوا تخرجتي وشفتي الخدمة هنايا في المواقع الإلكترونية، وديك الخدمة ديالك أنت اللي قدمتي عليها ما كاينينش بزاف، تقد تقدم عليها ترجع في حالك تقدم عليها وهذيك الشراكة بيدك هي ديك الساعة تجيبك. فهمتي؟ فالناس اللي حيت هذا كرر قبل يعني كتقدم واحد التعهد لانك خصك ما تخرجش من بلادك، هي تخرج في حالك بلادك، ولكن كتبقى كاين واحد بزاف ديال الحالات تقدر تدور عليها باش تبغي تبقى في البلاد. هذا اللي بغيت نقول، كتبقى تعمل يس. هنا كيقول لك I will actively engage with the Chevening Aluminium Community in my country and globally. هنا كتكلم لا كيقول لك أنا غادي نبقى دائما وخا ملي نشبع غادي نبقى نولي بحال واحد ممبر ديال الشيفنين، غنبقى واحد عضو خاص وعضو متحرك وعضو فعال في في هذا الشيفنين أورجانيزيشن. طبعا هي مزيان ليه لك حد ما غتكون عندك الشيفنين تقدر تمشي لأي دول أي الدول ديال الكومنولث اللي حيت لقيت مرة أخرى الدول الكومنولث هي الدول اللي كانت اللي تحصل البريطاني الدول كاين تقريبا 63 دولة، عندك الحق تمشي لهاد الدول هادي ملي غنشوف عندك الشيفنين يعني لقيتي في انجلترا، عندك الحق تخرج تمشي لهاد الدول هادي تحضر المؤتمرات ديال الشيفنين، شي مؤتمرات خاصة بديك الكورس اللي عملتي وتخرجتي، غيكون عندك بحال واحد تفتح لك بحال واحد البوابة باش تمشي لهاد الدول هادي وتسافر لها إن شاء الله. سمعني ياس؟ هناك يقول لك I will join Chevening Connect the Alumni Portal. هذه كاملة عاود كاملة نفس السؤال أتشارك بواحد فعاليات ديال الشيفنين وغاتكون متحمس وغاتنشر أفكار ديال الشيفنين وتحاول تساعد الآخرين الناس اللي بغاو تعطي واحد النظرة على الشيفنين. إلا شبرتي الشيفنين تعطي واحد النظرة تقول لهم كيفاش شبرتي ديك الشيفنين وشنو هي مزايا الشيفنين وتحت الناس يقدموا عليها. نتمنى ياسف هذه. هناك يقول الأخير يقول I will respond to future survey sent by Chevening to help evaluate the success of the program and inform ongoing program development. نفس السؤال عاود بواحد الطريقة أخرى مختلفة، هو أنك يا غادي تكون غاتعمل سيرفي غيصيفطوا لك غتبقى دائما كونتاكت مع الشيفنين المنظمة ديال الشيفنين غيصيفطوا لك سيرفي ويسقسيوك شنو عملتي في وصلتي شنو 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 المخططات ديالك فين هذيك الساعة وتقدر تحضر مؤتمرات وتقدر إذا كنتي في دولة معينة حدب المغرب وكان شي حاجه شي مؤتمر تما شي حاجه ديال الشيفنين ولا شي واحد تختار ويصيفطون عندك ولا تعطي المعلومات ولا شي حاجه بحال كتبقى المهم كتبقى بحال عضو في النقابة عضو فعال فهاد المنحه هادي كتعمل ياس وكتعمل عاود سيف درافت. هنايا جينا القسم الاخير هو ابلود دوكيومنت اند سبميت. كتكل هذا ديك يقول لك قبل ما ت ما ت ما ت ما ت يعني تعمل سبميت تو الشيفن يعني كملتي الفورم ديالك يقول لك خصك تقرا مزيان تشوف شي حاجه ناقصه ولا شي حاجه ماشي ناقصه هنا. دابا وصلنا للبوكس الاخراني هو بوكس لي كيقول لك ابلود دوكيمنت اند سبميت. دابا الدوكيمنت اللي غتطلع وغات سبميت الفورم ديالك بعد ما عمرتي كلشي. المهم هنايا انت حيت كيسولك بعض الاسئله الشخصيه على الطريقه كيفاش غتعمل انترفيو. المهم لا المهم نشوفو هنا كيقول لك do you consider yourself to have a disability واش عندك بعض الاحتياجات الخاصه مثلا معوقين وكذا تقول نو ولا تقول ما خصكش تقول يا ولا لا عندك هنا ثلاثه هذيك يس نو ولا ما خصكش تقول حسب هذا المعنى نو العمل اللي بغيتي زعما عندك ثلاث اختيارات. هنا كيقول لك do you require specific arrangement in order to attend interview واش خصك شي
شي طريقه مميزه او شي حاجه اللي خصك يعملوها لك بس توصل بس تعمل انترفيو. حاولت انك تكون بعيد في حوالو بحال تكون عندك شي احتياج خاص باش توصل للرباط تعمل انترفيو. كتقول لهم يا كتقدر كتكل هذا كتقول لهم يس او نو. هناك يقول لك بليز ستيت يور جندر. طبعا قلنا شنو هو الجندر ديالك يعني دابا حنا كتعرفوا دابا هادشي تقدر بقى شي بحال اللي كان عندك تكون راجل مرا كتكون نون باينري ولا اللي بغيت تهدا ما تهدرش بغيت تقول ما تقولش. And how do you consider yourself to be part of any minority or disadvantaged group in your country? Now, at the other side, can you tell me what you think? Can you tell me طبقة معينة واحد الاثنيك في البلاد ديالك شحال طبقة معينة بحال كتكون واحد مجموعة معينة ديال الناس فحال في المغرب عندنا واحد تقول وديك الطبقات كتكون طبقة مضطهدة فهمتي كاين بعض الدول اللي فيهم بعض الأعراق اللي مضطهدين مساكن ما نقدرش نقول الأمثلة ولكن كاين بعض فين كتقول لهم إياها أنا كنحترم هذه الدولة هذه ومهاد الناس معينين ولا مهاد مجموعة معينة وكنضطهد بلادي شي حاجة كتلقى بزاف ديال الاوبشن هنايا كيقول لك يس اون ذا جراوند اوف اثنيسيتي يعني تقدر تكون اي اثنيسيتي تقدر تكون على حسب هذا تكون حسب الريليجن يعني الدين مسيحي مسلم هندوسي وكذا ولا ذا جراوند اوف ذا ريس يعني الراس تقدر تكون انك تعرف العرق وكذا يس اون ذا جراوند اوف سكسواليتي يعني كتكون الطريقه ديال سكسواليتي ديال الانسان ذا جراوند اوف ريليجن هي الدين كذا الدين وهنايا اون ذا جراوند اوف ذا ترايب يعني الترايب هي العصبيه القبليه وكذا هما لا ادرس ولا كتقول ما خصكش تهدر ما خصكش تقول هنايا المهم هاد هذه كتقول اوبشن هنايا خلي نستا الاوبشن اختار بها اللي بغيتي المهم كتقول ادرت ولا بريفر نوت تو ساي المهم كنعاودو نتاحت هنايا كامله غيسولك على هاد السيستم ديال هاد الموقع الالكتروني غيسولك على كيفاش جبرتيه كيفاش جاك واش تاهل كذا هذا وير ديد يو هير اباوت لي شيفنين شويه مي سمعت علينا مع هاد الشيفنين حاول إذا بغيت تقول ما سمعت مع محمد المقدم في اليوتيوب جبت محمد المقدم كيهضر عليه وقدمت عليها لا كتقول له هذا سمعت الشيء في الجريده الشيء في شي صاحبك هنايا صيفط لك قال لك اللي كاين المهم تقول لهم كيفاش هذيك الا قلتي هنايا غطل لك بزاف ديال هذيك بزاف ديال فيسبوك شيفني ويب سايت في جوجل هذيك المهم بزاف ديال المواقع تقدر تقول سمعت على هذه الفيزا هذه اختار اللي خصك انت هاو لونج ديد يو كونسيدر ابلاين تو شيفني ان ذا ابلكيشن لون بيفور بيجينين ذيس ابلكيشن هاو لونج ديد يو كونسيدر ابلاين شحال فويا خوتي كتنا كتحلم تقدم لهاد الفيزا قل من عام تاع عامين اكثر من عامين شنو يا خو هنايا كيقول لك وات وات ذا ميجر فاكتور ذات ليد يو تو ابلاي فور فيزا شنو هما الدوافع اللي جلاك تقدم على هاد الفيزا على هاد اسمها كنقول فيزا على هاد المنحه ماشي فيزا اسمح لي ما كنهضر منحه قلت فيزا اسمح لي منحه هناك تقول لهم ريبيتيشن اوف شيفنين الشهره ديال شيفنين ريبيتيشن ديال الدوله ديال يونايتد كيندوم المملكه المتحده بابليسيتي ابود شيفنين الدعايه اللي جبرتيها على شيفنين الناس كيهضروا في قناه يوتيوب الناس كيهضروا عليها ولا شي واحد كتعرفوه زاقه في شيفنين وجا بلادو ولا شي حاجه مهمه بلادو وقال لك على شيفنين ولا صاحبك شي واحد نصحك ولا انايا كتصدر ادفايس اوف شيفنين تخرج ويب سايت لا تايم از رايت ان ما كاي والله كتقول وصلت واحد وقت معين اللي يخول اللي نقدم لهاد الفيزا ولا شي حاجه ولا كتقول ادرس نيك يقول لك هاف يو ابلاي تو شيفنين بي بي اس واش قدمت على شيفنين هاد سكول اشي بلا قبل صافي العظيم كتقول يس ولا نو Have you considered applying for any other scholarship funding? What كتفكر تقدم على شي منحة أخرى مش منحة مش دولة أخرى ولا شي طريقة scholarship مش طريقة أخرى كتقول لي يس ولا نو هناك كتعمل هناك كيدير لك لا completed education document هناك completed document هما الشهادات اللي عندك اللي ديجا كملتي بحال بالك عندك بكالوريا ديجا وليسانس بحال تكون كتقرا ليسانس ولكن ما شبرتيش ماشي تطلعوا المهم كان الحاجة الدوكيومنت اللي عندك الشهادات اللي عندك ديجا شبرتيهم كتكي على هنايا وكتطلعوا هناك يقول لك conditional offer for proposed course of study هناك كتطلع
ولا كتعطاتي القبول اللي زعما المنحه الغير مشروطه اللي ماشي غير مشروطه اللي ماشي اسمح لي كونديشنين اللي مش مشروطه اللي مشروطه هذه بحال حاجه قلنا عليها تقدمت لها الجامعات يمكن جاوا لك جوج بشروط وحده بلا شروط ولا ثلاثه بالشروط وثلاثه بلا شروط على حسب اذا عندك المهم هادو يكونوا بالشروط وهنايا اكونديشنال اوفر اللي بلا شروط ناي كنجيو ايوان الاخير هنا يعرف النايم هذه الرساله ديال التوصيه اللي كنا هضرنا عليهم من قبل التوصيه هما ان الناس اللي غادي يمكن يهضروا عليك الناس اللي كانوا كيعرفوك بحال هكا الى دابا الى تكيتي على هاد ريفرنس هنايا هنا غتطلع لك الاسم داك الشركه ولا اسم داك الشخص شنو هو الجوب تايتل ديالو شنو هو الماركاز ديالو شنو هو الاورجانيزيشن ديالو شنو هو الايميل ديالو كاباسيتي ان ويتش نوت كيفاش كيعرفك واش كتخدم عنده واش صاحبك واش كذا المهم هاد الشيء هذا ديال الريفرنسز الناس بحال اللي قلنا قبل قلنا مره اخرى هما الناس اللي غادي يكتبوا عليك يكتبوا عليك يعطيهم واحد النظره غادي يكتبوا عليك واحد الشهاده وانت ديك الشهاده غادي يقول فلان فلاني كنعرفو بصفته انه خدم عندي وانا رئيس ديال شركه معينه ولا انا محامي ولا انا طبيب ولا انا استاذ ولا كذا وكيف عن كيتم هذيك ديال الدور ديالو التاتل ديالو وكيظهر عليك واحد الطريقه طبعا الطريقه غتكون طريقه اكاديميكيه دابا شنو بعد كنجيو لي ملي ملي طبعا ملي كتشارج كتطلعهم هنا دابا جينا باسبورت اي دي كتطلع واحد الصوره ديال الباسبور ديالك كتعمل فوتوكوبي ديالها وكتطلع حتى هي هنا كيجي فيدباك هذا غادي يدير لك على فيدباك كتعطي لهم واحد فيدباك على هذا السيستم هذا لهذه الطريقه هذه اللي قدمت فيها منحه في هذا الموقع الالكتروني هنا كيقولوا لك يوز فريندليس اوف ذا اونلاين ابلكيشن كتختار واحد كتقول لهم واش هذا السيستم هذا اللي قدمت عليه المنحه واش انا راضي عليه ولا ماشي راضي ساتيسفايد نوت ساتيسفايد نوت ساتيسفايد كتقول لهم واش راضي عليه على هذا الويب سايت هذا الموقع سيستم معين واش راضي عليه ولا لا هنا يقول لك سبيد كاباسيتي اوف ذا اونلاين ابلكيشن السرعه ديالو السرعه ديالك كذلك عاود ساتيسفايد ساتيسفايد السرعه ديالو كيفاش ملي كنتي كتعمر واش ساهل ماشي ساهل واش خفيف ماشي ثقيل وكذا تقول لي ايه ولا لا هنا كيقول لك كلاريتي اوف ذا انستراكشن ذا انستراكشن اللي تعطات في هذا الابلكيشن فورم اللي عملتيها ولا الفورم اللي عملتيها واش كانوا واضحين ولا ماشي واضحين هنا كتقول عاود ساتيسفايد ماشي ساتيسفايد راسك شي حاجه هنا كيقول لك اوفرول اونلاين ابلكيشن هذه كتعطي صفه عامه على السيستم كامل كتقول انا فرحان به ماشي فرحان به هذاك هناك اذا ما كنتش فرحان ولا عندك شي ولا عندك شي كومنت هذا على السيستم هذا تقدر تكتب هنا تقول انا ماشي فرحان حيت كاين بزاف الاسئله ولا كاين اسئله ماشي مفهومه ولا شي حاجه في حاجه ولا بغيتي بزاف معلومه بغيتي معلومات زياده ولا شي حاجه وكتعمر هنايا وصلتي للاخير فاينل سبمشن اوف ستيتمنت طبعا هنايا كتقرا شي كامل وكتكي على يس ملي كتكي على يس بعد ما قلت بعد ما قلت لك قلتي كتجي هنايا كتكي على سبميت تو شيفنين دابا كتكون اوفيشالي صيفطتي فورم ديالك كتمشي عند شيفنين للناس اللي غادي يشبوا فورم ديالك ولا غادي يدرسوها ويفحصوها ويردوا عليك ان شاء الله انا كنطلب الله سبحانه وتعالى اي يكون ولو واحد فحال اللي قلت مره اخرى يتوفق يتقبل له هذا المنحه لان صراحه هذه المنحه هذه غتفتح لك افاق كبيره ان شاء الله وغتفتح لك ابواب وممكن تحقق لك احلام ان شاء الله واحد النصيحه صراحه زعما فحال اللي يقولوا بالانجليزيه the secret to getting ahead is getting started يعني السر بس ديما تبقى بس بتزيد القدام هو تبدا فهمتيني بدا وحيد ما يشعرش بدك الخوف ولا بدك القلق ولا بدك الاضطراب على ان شكون انا اش غنقدم عليها ما غتقبل شي ما غيشوفوا شي فيا حتى واحد ما عارف هنا قدم عليها ان شاء الله يا ربي توكل على الله عمل واحد المبادرة واحد الجهد
وتبقي الله سبحانه وتعالى. حتى شي حاجه ما كتجي غير واحد الجهد اللي غادي يجي منك. المهم هو انك تخدم، انك تخدم وتدير خصك بحال اللي كيقولوا عاود it doesn't matter how slowly you go as long as you don't stop. فهمتيني؟ ثم ماشي بالضروره واخا تمشي بالثقاله الفوما عمرتي بتقاله وما مسحتي هادي وجدتي هادي. المهم هو انك ما توقفش، عمر عمرها وما الا بغيتي في حدا بالا كنتي ماشي متردد في شي حاجه ولا شي حاجه ما فهمتي حاجه ما فهمتيش شي بحال اللي قلت مره اخرى تبقى تخليو لي اسئلتكم في الكومونتير وان شاء الله انا ربي ان شاء الله نقدر نجاوب عليها. انا اذا كان باقي عندي الوقت ان شاء الله سمحوا لي حيت تعطلت بهذا الفيديو هذا حيت انا بدي كنخدم بعد ما الخدمه ديما كتخول لي نعمل الفيديو حيت الفيديو خصو مونتاج خصو كذا. ف الى بقى لي شي وقت ان شاء الله ديك المعايير الاربعه ديال ليدرشيب ونيتورك سكيل وستادي ان دي يو كي وكارير هذوك نقدر نعمل عليهم شي فيديو اخر نتكلم عليهم شويه باش نحفز شي نحفز بعض الناس اللي يشبوا القلم والورقه ويبدا يقرا يبدا يكتب القلم عباد الله قلم والواقع ما كاينش احسن من القلم والواقع. واخوتي طلعت التوفيق لكل واحد حد نساعد الجميع ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.